البشر ما فيش الخير، ما فيش الخير نهائيا. الاغلبيه شي تعيا ما دير الخير في بنادم، تعيا ما دير الخير وتسربس لبنادم وتعاونو، وهادي في الاخر كيضروا لك كلشي في الزيرو. شتي دابا ننصح لكم واحد القضيه، يكون عندك شي صاحبك ولا شي واحد ما كتعرفوش وتبقى دير معاه الخير وتوقف معاه وكذا، على لحظه واحده يتقلب عليك ولي العدو ديالك. انا كنقول لكم اللي كاين، داكشي علاش ضرب وقيس، وما عمرك من الاول تكون داير مع البنادم النيه، النيه زوينه من الاول ما بلاش اخي. والبشر عمك تثق فيه، البشر تعلمت هذه القضيه. شي البشر ما كنتسوقش ليه نهائيا، ما كنتسوقش البشر، ما كيزيدني ما كنقصني، ما كنتسوقش ليه. هذا يبغيني هذا ما يبغينيش، هذا عنده معايا هذا ما عندوش معايا، يكون عندك معايا ما يكونش. وا ما كنتسوقش، انت كون بحالك ما تسوقش، وما تسوقش لبنادم نهائيا. بنادم ديالو زايد ناقص، الا بغيتي تعيش مزيان في حياتك ما تسوقش الهضره ديالو، ما تبارطاجيش داكشي ديالك الخاص، ما تبارطاجيش مع بنادم، لان بنادم الاغلبيه محسد وما باغيش توصل، ما باغيش توصل. انا عارف هادشي اللي كنقولو، بزاف منكم غادي تقرص، لان بزاف منكم خبيت، بزاف من غيكون بزاف ديال الناس اللي غيتفرجوا ولا غادي، بزاف منكم نتوما خبات، يعني بزاف كنشوفهم خبات، خبات وفي قلبهم ضغيره. هادوك ما عمر ربي كيسهل عليهم، الله على من كيسهل، الله كيسهل على الناس زوينه، على الناس اللي كتكون القلب ديالهم بيض وما كيتسوقوش نهائيا وعايشين لراسهم، ما عايشينش لبنادم، ما كيتسوقوش بنادم. ماشي الا شاف شي واحد مثلا دار شي حاجه يحسدو، هذاك علاش عنده ولا ما عنديش، ما كيتسوقش نهائيا، هذاك هو اللي ربي كيعطيه. اما المحسد وهذاك اللي ما كيكون مثلا ما كيحملكش على والو، يعني هذيك اللعبه هو من حقه ما يحملكش، ولكن كيزيد فيه بزاف، يقدر فهمتي يقول لك شي هضره راه ما كايناش، يقدر يقول شي حاجه. هذا النوع ما عمرو كيعيش مزيان في حياته، لانه هو شبعان حقد الداخل، حقد الداخل، قلبه كحل. شي علاش ما ديرش نهائيا ثقه شي واحد ولا درتي الخير، ديرو نساه، ديرو نساه. وكيف هذا الوقت عارف معامل، شاف هذا الوقت نجيكم من الاخر ديروها في الحيوان، اقسم بالله العظيم الا شفتوا شي مشى ولا شي كلب مسكين باغي ياكل ولا شي حاجه ولا باغي يشرب، حطوا ليه يشرب وحطوا ليه ياكل. هذوك الحيوانات اللي فيهم الخير، والله الحيوانات اللي فيهم الخير في هذه الحياه هذه في الدنيا، اقسم بالذي لا اله الا. اما البشر ما فيش الخير، وانا كنقول لكم هذه هضره عن تجربه، عن تجربه. بلا ما كتبغي لي الخير وتعاونو وتخلي ما دير في الاخر كيضرب لك كلشي الزيرو، لانه هو البشر داير بحال هكا. داكشي علاش انا قررت انني ما نبقاش نهائيا نتسوق للبشر، واللي بغى يقول شي حاجه كيقول. انا دابا داير صناعه المحتوى، انا كندير مواضيع، فيديوهات مواضيع كناقشو، وبنادم كيقول لك شي هضره بعيد عليك الموضوع اللي انت كتناقشو وبعيد، ولكن ما كنتسوقش لاني باقي مكمل، ما حدي باقي مكمل، انا ما كنتسوقش الاخوان باش ديروها في دماغكم. هذوك اللي كيكتبوا لك وما كنتسوقش وتبقى تقول الهضره حتى الغد لي والو، ما حدي انا خدام على راسي وربي فهمتي مسخر لي هاد الامور كامله، ومسخر لي الناس كتبغيني وكتحبني من الداخل الحمد لله. الا كذاك القله القلائل اللي كيكتبوا هاد الامور اللي ما هماش اللي كيحملوك على والو، والله ما كنتسوق لهم. وعاد في الحياه الحقيقيه ابار السوشيال ميديا، في الحياه الحقيقيه بشر دير معاه زوير وكدا وهادي وتوقف معاه وتبغي ليه الخير وتدوي معاه كدا، في الاخر كتلقاه ما كيسواش نهائيا، ما كيسواش نهائيا، لانه هو الطبيعه ديالو حقوده، الطبيعه ديالو قلبه كحل، الطبيعه ديالو راه ما كانش كيحملك من الاول، من الاول هو راه ما كانش عندك معاه، ما عندوش معاك انت. انا كنقول لكم من الاخر اللي قال لكم عقلكم ديروه، وما تسوقش البشر، وما تسوقش البشر. شي اللي بغيت تنجح وما تسوقش البشر، لان في الاخر موته وحده شوف موته وحده كتسناك، موته وحده كتسناك قبر. الشيء اللي بغيتي تعيش مزيان مره مره سير المقبره وشوف هذوك الناس كاملين اللي ميتين اللي تحت القبر، وغتحس بواحد الراحه. علاش غتحس بديك الراحه؟ غتحس باللي انت حتى واحد الوقيته كتخشى بحالك بحالهم، وهذيك المقبره راه كتلقى واحد غني واحد فقير، في الاخر كيتساواو كاملين، في الاخر كتشوف باللي الحياه كامله ما تستاهل والو، ما تستاهلش انك تضيع دمعه واحده ولا
كعيا واحد على شي واحد ولا ود شي واحد، يعني انت واحد ميستان. انا كنهضر مع الناس زوينه اللي قلبهم بيض. هذا الفيديو كامل هذوك الناس زوينه اللي كيبقى فيهم العال، كيوقفوا مع بنادم وكذا وفي الاخر كذا. هذو الفيديو ليكم نتوما، ليكم نتوما تكونوا زوينين، الفطره ديالكم زوينه، ليكم كابرين في الخير، ليكم مربيين مزيان، لان والديكم رباوكم على بزاف ديال الامور الزوينه. ولكن تلاقيتوا مع بشر ما كيسواش خبات، لان البشر اللي خصك تعرف بلي الحياه هذه ماشي كلشي زوين فيها، خصك تفاق الواقع. الواقع هو ان ماشي كلشي زوين، ماشي اللي تلاقيتي معاه هذا، حط فراسك هاد العيب هادي. ماشي اللي جا النية ديالك نحط ليه كلشي نعاود ليه كلشي وكدا وهادي، هادشي خصك تحيدو من القابوس ديالك الا باغي تزيد قدام. انا كنهضر معاكم درنا اغلاط، درنا اغلاط اغلاط، وما نقولش لكم ندمت، تعلمت 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 انني ما نبقاش نتسوق، انني ما نبقاش نوقف مع بنادم فهمتي اللي كان وقف معاه فهمتي، نعرفو بعدا هو كي داير، نعرف المعدن ديالو، نعرفو واش ولد الناس ولا لا. اما اللي جا كدا هادي مكاينش هادشي، وفهم وعرف باللي الصحاب راه مكاينش صحاب حقيقيين. حط في دماغك هاد اللعيبه هادي، متقولش هذا راه صاحبي عشيري كدا هادي، مكايناش هاد القضيه هادي. كله كيضرب على صلاحتو، كله كيشوف مصلحتو هي الاولى. راه نهار داك صاحبي اللي كتقول عشيرك لا يشوف فيك المصلحه ولا يشوف شي حاجه، راه يفط عليك وغيزيد، ما يعقلش عليك نهائيا. كتعشي انت ما تسوقش، انت كون انت بحالو وكثر منه انت كاع. الا بغيتي تقوي الشخصيه ديالك، لان بقيتي باقي تبقى ديما ظريف وكذا، تبقى ديما دير بيك، تبقى ديما يديرها بيك هذا وهذا 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 وهذا. وما تسوقوش البشر، هذا هو، ما تسوقش البشر. شي البشر شي دابا انا نهار درت السوشيال ميديا، نهار بينت راسي، جاو عندي بزاف ديال الناس. وأحمد انا كنت بخدمتي الحمد لله خدام على راسي، كندخل فلوس الحمد لله، جيبي ديما عامر قبل ما نبدا السوشيال ميديا بمسال عيني. انا عندي هذا كنعرف نفكر فيه، كنعرف نفكر به الحمد لله. انا دماغي ديما زوين والحمد لله، الوالدية رباوني مزيان، رباوني انني نخدم هذا. دابا في الحياه الواقعيه خاصني نخدم على راسي الا بغيت. وقبل ما نبدا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ما ديرهاش بنادم غادي يضحك عليك بنادم. شنو الجواب ديال انا عارف هاد الناس هادو يقدروا كانوا كيقولوا لي هضره لمصلحتي زعما، هما كيشوفوا باللي انا قلت لهم باللي ما كنتسوقش نهائيا، ما حدي انا كندير شي حاجه عجباني، ما حدي هادشي اون باسيون، باسيون عباد الله، حاجه انا اللي كنبغيها. هاد الفيديوهات شي حاجه انا كنبغيها، شي حاجه كنبغيها انا وعشقتها وكذا. ما غنتسوقش البشر، ما غنتسوقش بنادم علاش غيقول ولا علاش غيقول ولا الانتقاد غيقول ولا غيقول فيا ولا ما كنت عليه بحال هكا. لا راه النظره ولا الفكره هادي داري ثقافه راه هكذا. كنقول لهم انا مالي شنو ناقصني، انسان قاري عندي لي ديبلوم عندي ماستر، اش هذا اللي غادي يجي كنقولها بحال هكاك رايح مع ولاد هاد الشيء يقول هذا اللي غيقلل مني، وانايا غنكون فايتو دار ثلاثه هالنيفو ديال القرايه ديالي راه فايتو بعد فين سنوات ضوئيه. غيجي هو غيدي بحال هكا كنشوف الامور. انا غنشوف هاد مادام عندي اون فيزيون، مادام عندي فكره نطبقها وما نشوفش في البشر وما نتسوقش ليه. شحال من واحد دابا فيكم تكون عنده موهبه ديال انه يشرح وانه يدير السوشيال ميديا وما دايرهاش، علاش؟ خايف من البشر، خايف من فكره البشر، خايف من البشر، انتقاد البشر، ما تشوفش البشر. دونت كير، دونت كير نهائي، وما تسوقش والو والو. الا بغيتي تعيش مزيان والو ما تسوقش. هذا هو السر النجاح ديال كاع اللي بالك تشوفهم نتايا اباطير في السوشيال ميديا ولا في الحياه ولا في شي غير شي لونتربرونيا، لونتربرونيا المقاوله وهادشي. راه كاع هاد الناس اللي نجحوا اللي كيبان لكم ناجحين راه كانوا حتى هما في واحد الوقيته يقدروا كانوا موظفين ولا دي سالاري وكذا، دي زومبلواي ولا دي سالاري، حولوا نيشان لونتربرونيا وجاو عندهم بنادم وكدا كيقول لهم لا ما تسوقوش هاد بنادم، وامنوا فكرتهم ونجحوا. علاش؟ لانهم ما تسوقوش البشر. باغي تنجح في حياتك ما تسوقش البشر، ما تسوقش هضرتهم، ما تسوقش شنو كيقولوا لك، اش كيقولوا مورا ظهرك، عيش كما انت باغي.
هذا هو السر النجاح في الحياه. عيش كيف ما باغي انت، الا بقيتي عايش ليهم هما غتبقى عايش ديما في الديبريسيون، ديما في الاكتئاب، ديما غتبقى عايش باش ترضيهم. ما ترضيش البشر، رضي راسك، رضي نفسك ووالديك هما الاولين سالينا، والناس اللي كتبغيك هما اللي غتحطهم في المقام رقم واحد، سواء عائلتك سواء مرتك ولادك والديك، هذوك هما المرتبه الاولى، ماشي تحطهم الثاني ولا الثالثه باش ترضي البشر اللي ما كيحملوش اصلا، اللي ما كيحملكش ما تحطوش نهائيا، ما تحطوش في الاعتبار. هذه هي الرساله ديالي في هذا الفيديو. وانا هذا الفيديو بغيت اي واحد طيح في هذا البلان ولا كيفكر شي واحد دار ليه بلان خيب، هذا الهضره بغيتك تدخل لك لداخل وتدخل لك لهنا، ما تسوقش.